اتفقت مع قريبي على أن أتزوج ابنته، ووافقت البنت بالزواج وكذلك بقية العائلة، وحدد قريبي لي مقدار المهر المعجل والمؤجل، وحدد لي موعد الحضور لدفع المهر، وحضرت فعلا ومعي أخي وأقربائي، ودفعنا لأهلها المهر المتفق عليه بحضور أبيها وإخوانها وأعمامها، ثم قرأنا سورة الفاتحة لأجل الزواج. هل أصبحت البنت في هذه الحالة زوجتي من الناحية الشرعية؟ دفع المهر وقراءة سورة الفاتحة هذا ليس بعقد، العقد هو الإلزام والقبول، وأن يقول ولي المرأة زوجتك مولودتي، ويقول الزوج قبلت هذا النكاح أو هذا الزواج ورضيت به، هذا هو العقد الذي يحصل به الإيجاب، وهو الإيجاب والقبول يحصل به عقد النكاح، ولا بد أن يكون ذلك بحضور شاهدين وأن يكون بولي للمرأة، هذا العقد الذي يحصل به الذي تكون به المرأة زوجة للمعقود له عليها، أن يكون ذلك بحضرة شاهدين، وأن يكون العاقد وليا للمرأة أو وكيلا عنه، وكذلك يكون الذي يقبل العقد هو الزوج أو وكيل الزوج، وأن يكون هذا برضا الزوجين كل منهما قد رضي بالآخر، وكذلك التعيين تعين الزوجة يقال فلانة أو يشار إليها إذا كانت حاضرة، تعيين الزوجين من أجل أن يتحدد المعقود عليه والمعقود له. أما قراءة الفاتحة فقط هي قراءة الفاتحة لا تشرع في هذا، إنما هذا من عادات الجهال. وكذلك دفع المهر لا يكفي ولا يعتبر عقدا، ولو كان دفع المهر بحضور شهود إنه لا يعتبر عقدا، إنما العقد هو كما ذكرنا الإيجاب الصادر من ولي المرأة أو وكيله، والقبول الصادر من الزوج أو وكيله بحضرة الشهود. جزاكم الله خيرا. إذا قراءة الفاتحة هذه التي يركز عليها كثير من إخواننا المسلمين أمر لا تشرع قراءتها عند العقد، إنما الذي ورد أن يقرأ مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. هذه الآيات التي ورد عنها تقرأ كما في خطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. جزاكم الله خيرا.